طيب اتكلمنا معاكم من شويه عن هذه الظواهر المؤسفه اللي بتحصل في بعض ملاعب كره القدم وضرب النار اللي شفناه في دوري الدرجه الثالثه في الارجنتين. في المقابل برضو الامر ما يخلاش حضرات من شويه لقطات كده فيها بعد انساني من لعيبه كره القدم على المستوى العالمي. هروح معاكم على لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد اللي قرر في لفتة إنسانية لطيفة جدا منه الحقيقة، قرر أن هو يحقق حلم سيدة مسنة عمرها 80 سنة من منطقة زامورا شمال غرب أسبانيا بالتقاط صورة تذكارية معاها. ده حصل بناء على إيه؟ حصل بناء على انتشار مقطع فيديو لهذه السيدة على موقع التيك توك، وكشفت من خلال هذا الفيديو عن هذه الأمنية. أكد اللاعب أنه هيحقق للسيدة أمنيتها. الست دي قالت بالمناسبة كلام جميل عن اللاعب، قالت أود رؤية مودريتش خاصتي، خاصتي اللي هو بتاعي، يعني مودريتش بتاعي. مودريتش هو الأفضل في ريال مدريد، إنه رجل خارق وشاب متواضع وجيد، سأحرص على التقاط صورة معه عندما أذهب إلى مدريد. اعترف بقى مودريتش في المقابل ان مقطع الفيديو المنتشر ده اثر فيه جدا، ووعد بالفعل انه هيقابلها وهيديها كمان تيشيرت هديه على سبيل المحبه. طبعا شيء رائع لما نشوف النوع ده من التفاعل الانساني بين الجماهير وبين نجوم كره القدم، وده اللي المفروض تكون عليه الامور. والكلام ده مش بس على صعيد نجوم كره القدم، على صعيد اي حد يتقال عليه نجم، لان النجوميه دي مين اللي بيعملها في الاول وفي الاخر يا حضرات؟ الناس. فلما نقابل الناس نقابلهم حلو، دي اقل حاجه كرد فعل طبيعي جدا ومنطقي لناس رفعوا بشخص ما الى سابع سماء. ما ينفعش يبقى رد الفعل ان هو بالبلدي كده يتنك عليهم بشكل من الاشكال. فلقطه رائعه جدا من هذا اللعب.